شكرا للمشاركة ديالها في هذه التظاهرة، وطبعا غادي تشوفوا من بعد بأن القفطان المغربية ليكو بالمرأة العربية أينما كانت، لكنها تبدع بأثواب ليا، الأثواب اللي الحمد لله متواجدة في الأسواق المغربية والعربية، ولا تتمنى أننا نمشيو نجلبوا الأثواب. ليلى، هذه أول مشاركة لنا هذا العام، وحنا مشاركين بقفطان مغربية أصيلة على معتمدنا على قصات شوية عصرية، وكنتمنى هذا العام إن شاء الله تكون الدورة زوينة وتعجب الناس بزاف. بالنسبة للمصممين كلهم معروفين، وكنتمنى تحنا نكونوا معاهم، تحنا نضيفوا شي إضافة جديدة ونكونوا في المستوى. فنانين غنيين عن التعريف، وحنا كيشرفنا اننا نكونوا هنايا ونتلاقاو بهم ونشوفوا فنانين اجانب وفنانين مغاربه. ان شاء الله هذا العام مجدين جلالب بالنسبه لرمضان، ومجدين ليكاب، وكنتمنى ان شاء الله نوجدوهم قبل ما يدخل رمضان. صراحة المهرجان عام بعد عام كيعرف تنظيم جيد، استقطاب فنانين من الدرجة الأولى سواء من المغرب أو من الخارج، وهذه في حد هذه نقطة في حد ذاتها يعني محسوبة للمهرجان، أنك تجيب فنانة من حجم نوال الزغبي، هذا شيء يعني شيء حاجة جميلة بالنسبة للمهرجان. أنا ملقب بمصمم نجوم، وتعاملت مع فنانات يعني سواء من المغرب أو من الوطن العربي، هدى سعد، سلمى رشيد، لطيفة أحرار، منى فتو، كذلك الفنانة المصرية صفية العمري، وفاء عامر، ديانا حداد، وكذلك نوال الزغبي، وأسماء كثيرة يعني. أكيد حتى أنا غيكون شرف لي أنا لبس جلالة الملك، وأنا كنتمنى أن النجمة اللي أنني لبسها هي ديفا سميرة سعيد، وبيناتنا تواصل، وإن شاء الله نوصلوا لواحد الفكرة اللي لأن هي ذوقها شوية غربي إلا بغينا نقولوا ستايل شوية، وإن شاء الله كنتمنى نوصلوا لواحد الفكرة اللي ترضيني أنا كمصمم، وترضي هي كفنانة كبيرة يعني معروفة في الوطن العربي. زورا العمش، مجيام ستيليست، مجيام مدينة مونبولي. اول مره كنشارك في قفطان مازاغون، مي مشاركه با مال دو فوا في لي زيفينمون خارج المغرب والمغرب. لا كوليكسيون ديالي هذه المره فيكو حنايا مقبلين على شهر رمضان، يعني جبت واحد ان كونتيتي ديال الجلابات، وكاين يعني القفطان وتكشيطه حاضرين اكيد. يعني تيتقاسموا نفس السن والهيام بجوج، ومع ليليان زادوا 1986، ومن ثم توبهم مغربي. لنا تصاميم وقصات تقليدية مع لمسة من العصرنة، دائما بأثواب راقية 100% مغربية، وخدمة تقليدية يدوية ممتازة. لاحظوا طبعا من توقيع ليليان لهذا السنة. طيلة العرض غادي تلقاو تشكيلات وتصاميم مختلفة
بألوان ترضي جميع الأذواق، قصات عصرية تشجعوا بها الجيل الجديد على ارتداء اللباس التقليدي المغربي، لكن يعني كل من يود أن يصمم لباس تقليدي مغربي، وإحنا على أبواب شهر رمضان طبعاً وأبواب المناسبات الجديدة الليضوا علينا، مناسبات الأعراس المغربية والحفلات والمهرجانات الصيفية. إليكم زينب الحمودي تحت ثقتكم. صنع مغربي أصيل وتقليدي وبالعصري واكب كل الأجيال، من هادي زمان ليليان عاشق الصغار الكبار والشبان. ثقة سليمة.